فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخ محمد من السعودية سأل مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. منها يقول في سؤاله الأول: هناك بعض البنوك عندنا تقرض الإنسان راتبه أو ثلاث رواتب، يعني يمكن أن يأخذ ثلاث رواتب مقدمة تقوم بإقراضه وينزل في حسابه ولكن من دون فائدة. طبعا أنا سألته كم يأخذون رسوم، قال يأخذون 1200 سواء على شهر أو ثلاث أشهر، يعني يقول هذه ثابت. يا أخي محمد بارك الله فيك، باتفاق أهل العلم على أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وبالتأمل في صورة المسألة التي ذكرتها أنت بارك الله فيك، فهذا ليس بقرض حسن، وإنما هذا قرض ربوي. حتى ولو لم يسموه ربوي فإن 1200 درهم هذه لا شك أنها مبلغ كبير يتناسب مع الفائدة الربوية التي تأخذها البنوك الربوية. وإذا كان قرضا حسنا فلا يجوز لهم أن يأخذوا مثل هذه المبلغ، وإنما يأخذون نسبة معينة بسيطة، مثل يعني الخدمة ما يسمى بك هذه يعني ما تتجاوز 10 ريالات 20 ريال فقط. أما 1200 فهذا ربا بارك الله فيك، انتبه ولا تحرص على أن تسلك هذه، أقول يعني انتبه ولا تسلك هذا المسلك بارك الله فيك. محمد من السعودية أيضا أنه ذاهب إلى مكة في شغل معين، يقول بعدما أنتهي من بعدما أنتهي الشغل أو بعدما ينتهي الحج يريد أن يعتمر، فما الحكم في هذا؟ ما في بأس يا أخي الفاضل، لا بأس بالعمرة بعد الحج سواء حججت هذا العام أو لم تحج. أنت طبعا ذكرت بأنك طبيب ذاهب للعمل في الحج، إن تمكنت من الحج وأثناء عملك فالحمد لله، ما تقوم بالعمرة من هنا وتحرم من المكان الذي أنت فيه أخي محمد في مكة، لأنك أصلا أنت ما ذهبت لأجل النسك إنما ذهبت للعمل. تقول إن تيسر لي العمرة اعتمرت، فإن تيسر لك احرم من المكان الذي أنت فيه بارك الله فيك. طيب نأخذ هذه الأسئلة ثم أعود أخي محمد لأكمل بقية الأسئلة أو الإجابة على بقية أسئلتك. تفضل يا هناء. هناء من العراق معنا. هناء تفضل. أم عثمان. أم عثمان تفضلي. شيخ تدري أنا كان عندي ثلاث أسئلة إذا ممكن. تفضلي أختي تفضلي. السؤال الأول بخصوص الزكاة، يعني صدقة المال، يعني أريدك تنطيني نبذة عليها. أنا صاحبة أيتام وما عندي، جمعت مبلغ يعني بسيط، هل يصير يعني أصدق منه أو الزكاة؟ يعني أعطيني نبذة منها لأن أنا ما أعرف هالكد. طيب طيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا أقعد قبل صلاة الفجر تقريبا بثلث ساعة هيك أصلي 4 ركعات 5، هل قادرة أصلي وأدرك صلاة الفجر؟ هل أكون أنا يعني من قيام الليل ماخذة منه لو ما يعني صلاتي هيك؟ طيب والثالث. والثالث والله يا شيخ، أنا صاحبة على من يقول ولدي 2 وبنية ودائما هم وأهلي على مشاكل وفعلا جنت المشاكل، حتى أنا قاطعت أهلي وأنا أسمع بأنه اللي قاطرت الرحم لأعراض شديد، وأنا من وراء المشاكل تجنبا للمشاكل وحفظا على سلامة أهلي وسلامة أبنائي قطعت رجلي من أهلي. يعني قطعت رجلك من أهل من؟ من أهلي، بس أنا أشوفهم يعني أشوفهم من بعيد رحت وياهم، بس ما للبيت ما أروح ما واصلهم. أهلك أنت يا أختي؟
اي اهلي اني اهلي يعني اني ارمله وقاعده يعني قريب من عندهم ودائما تصير مشاكل بينهم وبين ولدي. يعني امك وابوك مثلا؟ لا مو امي وابوي، اخوتي اخوتي وابنائهم. طيب يا ام عثمان بارك الله بيك وجزاك الله الف خير. مرحبا، تسمعين الجواب ان شاء الله. نعم تفضل عبد الرحمن. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير يا شيخ. مساء الخير والعافيه. لا عبد الرحمن، عبد الرحمن ما تفضل، راح الصوت، تفضل يا اخي. نبي نسلك على اللحيه، ضوابط يعني حكمها في الاسلام وضوابطها، لوين يعني لوين من الوجه يعني ما يعد اللحيه الشرعيه هذا، والطول قداش اللي يعفيني يعني اني نعتبر شخص ملتحي، الطول قداش والله نعفيها كامل. واضح ضوابطها بارك الله. واضح فيك. عندك سؤال ثاني؟ لا هذا هو بارك الله. طيب يا عبد الرحمن تسمع الجواب ان شاء الله. تفضلي هنا. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ بالنسبه لكفار اليمين، إيه؟ يعني أنا إذا حلفت على أمر استفزني خلفت علي أني ما أسوي، بعد فترة أريد أن أسوي هذا الشيء فأكفر عنه بأطعام 10 مساكين هذه، إيه؟ هل أقدر أسوي هذا الشيء وبعدين أطعم 10 مساكين؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، 10 مساكين قد يكونون موجودين 5 أفراد في عائلة، هل يصير أني أطعمهم 5 أفراد يعني فترة وبعد فترة أطعمهم مرة ثانية فيصيرون 10؟ أم أطعم بنفس الوقت 10 مساكين؟ طيب يا هنا أبشر إن شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل يا منجي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لي سؤال فضيلة الشيخ. تفضل. تدينا الحج إفراد. حج إفراد. إيه. وقمنا بطواف القدوم والسعي. طواف القدوم 7 أشواط والسعي 7 أشواط، ووقع عندنا شك في طواف بالبيت، أدينا 7 وقع عندنا شك أنهم 6 فأكملنا شوط، هل علينا شيء أم لا فضيلة الشيخ؟ طيب يا شيخ منجي أبشر إن شاء الله. بارك الله فيك. فيك بارك. تفضل يا ثامر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك يا شيخ دلوقتي لو بنت حد من قرايبي اتهمني بسرقة، هل ينفع اتواصل معه ثاني؟ كيف عفوا اعد؟ لو بنت حد من قرايبي اتهمني بالسرقة وده ما حصلش طبعا، ايه؟ ينفع ان انا ارجع على اتصال بيه؟ يعني تكون متواصل معه يعني؟ اه بالظبط كده. طيب انت ما اثبت براءتك يعني؟ لا انا بريء وسرقت براءتي خلاص. ايه طيب هل... ده جايز الاتصال ولا؟ ابشر يا ثامر ابشر. تفضل مع عبد الله. شلونك شيخنا؟ مرحبا اختي تفضلي. عندي سؤال عن نزلك نزل لاحد افرادك. اكسر التلفزيون يا ام عبد الله. اذا يصير اكل منه عائلتي تاكل منه. شو قلتي بالضبط يا اختي؟ ايش قلتي؟ قلت يعني درت واحد من افراد عائلتي، قلت اذا هذا الشيء يصير او اذبح خروف. اي طيب وهسه يجي اوفيه، يصير اكل منه يعني عائلتي تاكل منه. طيب يا ام عبد الله تسمعين الجواب ان شاء الله. نكتفي. تفضل يا مبين ايران. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حال شيخنا؟ اهلا وسهلا مرحبا. والله شيخنا أحبك كثير شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك شيخنا. عندي سؤالين بس أسألك عن شيخنا عن هذا الموضوع المهم جدا. اي القضية التوسل بالله سبحانه وتعالى. اي يعني الروافض يعتقدون بأنه الأئمة أهل البيت هم الشهداء بعضهم كعلي بن أبي طالب وحسين بن علي. وهم يستدلون بهذا الآية الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. هم يقولون هؤلاء أحياء ونحن نستطيع أن نتوصل إليهم كما توصل هؤلاء الأحياء ولا فرق بين ذلك، وهؤلاء يقولون هذا الرأي، هل يجوز التوصل بالأموات كالشهداء كحسين بن علي؟ والسؤال الثاني هل يجوز التوصل هل يجوز زيارة القبور أيام الخاصة كيوم الجمعة ويوم العيد ويوم العرفة،
يعني في قريتنا بعض الأشخاص يزورون في الأيام المعينة كيوم الفطر ويوم العرفة، هل يجوز هذا الأفعال؟ طيب هذه من البدع. طيب يا أخ مبين، من فتوى من شيخ بن باز. أبشر يا مبين أبشر، وضح السؤال وإن شاء الله ستسمع الجواب. تفضل جميلة. جميلة أخت جميلة، تفضلي. ألو تفضلي أخت جميلة من الجزائر، تفضلي. ألو في مشكلة في الصوت؟ ألو تفضلي أختي، تفضلي. يعني الشيخ تفضلي. ألو تفضلي أنت على الهواء. شيخ أنا يا زيت في هذا رمضان. كيف؟ زيت في هذا رمضان. ألو لا خليها تعيد مرة ثانية. ما طيب أعتذر منكم. حاولي جميلة تتصل مرة ثانية، بارك الله فيك، الصوت مش واضح. أرجع للأخ محمد من السعودية، بالأمس سأل يقول بالنسبة لي إذا جئت إمام المسجد في التشهد الأخير أيهما، أي يعني ماذا أفعل؟ هل أدخل معه مع أنني أعتقد بأن هناك عدد سيأتي من الناس ليشكلوا جماعة ثانية؟ يا أخي الفاضل هذه مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يرى وجوب الدخول مع الإمام وذلك لأن الأصل أنها جماعة واحدة، ومن العلماء من يقول بأنه إذا غلب على ظنه بأن هناك جماعة ثانية ستأتي والإمام في التشهد الأخير يعني في آخر الصلاة ممكن ينتظر ويعمل جماعة ثانية، الأمر في هذا واسع، لكن أهم شيء إذا كان يغلب على ظنه، أما إذا كان لوحده لا يدخل مباشرة، ولو دخل فله يعني الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك الوضع يا أخوي محمد اللي سألت عنه، وهو إذا وجدت الإمام ساجد، من أتى والإمام على أي وضع من أوضاع الصلاة فيدخل معه بارك الله فيك، إذا كان ساجد تدخل وتسجد معه فهي لك سنة لأن الركعة ما تدرك إلا بالركوع، إذا كان في التشهد الأول تجلس أيضا معه، إذا كان في الركوع تركع معه وهكذا بارك الله فيك. عندي الأخ الأخت عثمان من الرياض تسأل عن الزكاة والصدقة، تريد تفصيل، تقول عندها مال. يا أختي الفاضلة بالنسبة للمال إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة، وأما الصدقة فأنت حرة، الصدقة سنة وتطوع، فلو تصدقت خير لك وخير للأولاد، لكن الزكاة واجبة. إذا مر سنة كاملة 12 شهر قمري والمال بلغ النصاب وجب عليك أن تخرجي زكاة، والزكاة ربع العشر، يعني المبلغ اللي عندك هذا تقسمينه على 40 يطلع عندك ناتج الزكاة بارك الله فيك يا أم عثمان. أم عثمان في سؤالها الثاني تقول أستيقظ قبل الفجر بثلث ساعة وأصلي ما كتب الله ثم أصلي الفجر، هل أكون قد قمت الليل؟ نعم يا أختي أم عثمان تكونين قد قمت الليل والحمد لله، بل هذا الوقت من أفضل قيام الليل على أن تجعلي آخر صلاتك من الليل وترا. أم عثمان في سؤالها الثالث تقول هناك مشاكل بيني وبين إخواني وأخواتي أو أولاد إخواني ولا أحب أن أصلهم مع إخواني لأن إذا راحوا أولادي يتسبب مشاكل، يعني ما العمل؟ يا أخت الفاضلة يعني ألا أدلك على خير من هذا؟ هو الصلة الهادئة البسيطة الخفيفة، ما يلزم بالضرورة أخت الفاضلة أن تجلسين يوم أو نصف يوم أو ساعتين أو ثلاثة، لا ما يلزم، ممكن تجلسين 5 دقائق تزورين أخوانك الكبار وخواتك الكبيرات تسلمين عليهم 5 دقائق، اسمحوا لي والله عندي موعد عندي شغل. أنا أقول بعض الناس للأسف إما أنه يعني هو الذي يجيب المشاكل لنفسه، التطويل أحيانا ممل، التطويل أحيانا يسبب أزمة، التطويل أحيانا يخلق مناخ من المشاكل خاصة إذا وجد عبث من الأولاد وكذا. لا أنت أقيم الحمد لله الواجبات، زوريهم سلمي عليهم، أسبوع زوريهم في البيت، أسبوع الثاني بالتلفون، اللي بعده قولي عند الوالدة أو الوالد مثلا، وبهالطريقة هذه يعني نرسو بالسفينة إلى بر الأمان، ما يلزم بالضرورة. وبعدين لقني أولادك ما بارك الله فيك، إذا جئنا هناك تأدبوا اجلسوا لا تروحون تلعبون كذا، سلموا على خوالكم سلموا على خالاتكم سلموا على أعمام وهكذا بهذه الطريقة بارك الله فيك، وتحصلين الحسنيين والحمد لله.
عبد الرحمن من ليبيا يسأل عن حكم اللحية وحدودها وضوابطها. يا أخي الفاضل، اللحية من سنن المرسلين، يقول جل وعلا عن هارون يقول لموسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت له لحية كثة حتى أنها تضطرب في الصلاة، وقال: أمرني ربي بأن أعفي هذه. فاللحية من سنن المرسلين، وضوابطها بأن يعني يجوز أخذ ما زاد عن القبضة، يعني إنسان يأخذ على لحيته هكذا ويأخذ من أسفل اللحية إذا طالت وفحشت يعني كبرت، يجوز أن يأخذ ما زاد عن القبضة من أسفل ومن الأطراف، يعني من جهة الخدين، هذا مشروع والحمد لله. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام له لحية، وكذلك أبو بكر وصحابة العلم. الله فيك. هناء من العراق تقول: عندها كفارة يمين، حلفت أنها ما تسوي شيء، تريد أن تفعل هذا الشيء وتكفر عن يمين، تقول: هل لي أن أفعل وبعدين أكفر؟ نعم يا أخت الفاضل، ما في بأس، افعلي هذا الشيء ثم كفري، خاصة إذا كان خير الأفضل أنك تفعلينه وبعدين تكفرين، هذا إذا كان خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليأتي الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه. ما في بأس يا أخت الفاضل، بارك الله فيك. هناء تقول: عندها إطعام 10 مساكين. نعم، إطعام 10 مساكين. تقول: هناك عائلة من 5 أشخاص، من 5 أشخاص، هل لي أن أطعمهم مرة وأكرر عليهم مرة ثانية؟ يا أختي هنا بارك الله فيك، الأصل أنك تطعمينهم ثم تطعمين غيرهم، ابحثي عن عائلة ثانية، إذا ما وجدت أو صعب عليك كرر الإطعام عليهم والحمد لله، وما عليك شيء بإذن الله تعالى. الأخ منجي من يونس يقول بأنه منجي من تونس يقول بأنه حجا مفردا، يقول: طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، يقول: شككت في الطواف 6 أشواط، شككنا أنه 6، فأتينا بشوط، هل فعلنا صحيح؟ نعم يا أخ منجي بارك الله فيك، فعلك صحيح، وقد فعلت الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: فليبني على ما استيقن. أنت اليقين 6 وجبت شوط الحمد لله، إن كان كامل وجبت هذا الشوط فهذا والحمد لله في دحر للشيطان وإخساء له، لأنه هو الذي يوسوس على الإنسان، ففعلك صحيح بارك الله فيك. طيب، بعد هذا الفاصل أعود فألتقيكم بإذن الله. جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا. جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. الأخ ثامر من قطر يقول بأن أحد أقاربه اتهمه بالسرقة، يقول: هل لي أن أتواصل معه؟ يا أخي ثامر بارك الله فيك، ما دام أن الحمد لله ثبتت براءتك والحمد لله كنت نظيف ما عندك مشكلة وثبتت عندهم، أكيد هم خجلانين وهم أكيد أنهم يعني في وضع محرج، فكن أنت أفضل منهم. يقول جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقولون بعض الخلفاء جاءت الخادمة بماء فسكبته عليه فغضب، فقالت: يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ؟ قال: كظمت غيظي. فقالت: والعافين عن الناس؟ قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: أنت حر لوجه الله. فالمقصود يا أخي الفاضل، يجب أن نتسامى، يجب أن نكون يعني مرتفعين بأخلاقنا، فأنت الحمد لله حاول أن تتفضل عليهم، هم أساءوا إليك أن تفضل عليهم، وكن أنت المحسن إليهم حينما عفوت وحينما كتمت غيظك وحينما زدتهم، وذلك كأنهم ما حصل شيء، وهذا لا شك أنه تفضل منك، فصلهم وتواصل معهم بارك الله فيك، هذا الذي تدعون إليه الشريعة السمحة. أم عبد الله من العراق تقول بأن نذرت نذرا إن يعني كذا صار كذا تذبح خروف، تقول: هل لي أن آكل من هذا الخروف أم لا؟ يا أختي أم عبد الله، إذا كنت اشترطت نعم، تقول: لله علي نذر أن أذبح خروف إذا مثلا فلان حصل له كذا مثلا
ونعزم في البيت عندنا هذا شرطك ما في بأس، أو تقول إن نأكل نصفه ما في بأس. أما إذا قلت لله علي نذر أذبح خروف وبس سكتي، ما يجوز تأكلين منه ولا تأخذين منه أي شيء، حتى الجلد ما تأخذينه، لأن هذا كله لله جل وعلا، وتطعمين الفقراء والمساكين وتتصدقين حتى بالجلد، بارك الله فيك. الأخ مبين من إيران يسأل عن قضية التوسل بالله جل وعلا والتوسل بأئمة أهل البيت وغير ذلك مما ذكر، يقول هل يجوز لنا أن نتوسل بالأموات؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك، لا يجوز للإنسان أن يتوسل ولا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الآن في قبره، ما يجوز. أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم خلق الله، وهو الذي عرفنا بالله ودلنا على الله وأرشدنا إلى الله، ما يجوز لأحد أن يأتي إلى قبر النبي ويقول يا رسول الله اشفع لي، أو يا رسول الله اشفني، أو يا رسول الله أدعو الله لي، أو أدعو الله لي بالشفاء، أدعو الله لي كذا، ما يجوز. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما أصاب المدينة في عام الرماد المعروف، أصاب جفاف وقحط، ماذا فعل؟ جاء بالعباس قال كنا نتوسل برسول الله، يعني بدعاء الرسول وهو حي، فلما أتى بالعباس قال قم فادعوا الله لنا. فيجوز التوسل بدعاء الحي، يعني يجوز أن تقول لعالم، لتقي، لورع ادعو الله لي، هذا يسمى التوسل بدعاء الآخرين، ادعو الله لي. المسافر ادعو الله لنا يا أخي مثلا، الصائم لا تنسانا من دعائك، هذا ما في بأس. أما الأموات فعلى يعني بإمامنا بشفيعنا عند الله يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، لأنه يشفع لأمتي يوم القيامة، ومع ذلك ما يجوز التوسل به وهو ميت عليه الصلاة والسلام في قبره الآن، وإنما الإنسان يتوسل بأسماء الله تعالى، بعزتك اللهم أني أسألك باسمك الأعظم، وهكذا. وكذلك التوسل بالعمل الصالح، اللهم بحبي لك، اللهم بحبي لنبيك، هذا جائز. أما يأتي إلى الأموات فلا يجوز، بارك الله فيك. تفضل أم علي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ نعم. مع العلم أني إذا أرد بالمسبحة أنسى التسبيح. نعم. أيوة. السؤال الثاني، يعني بهاي الأيام عند الحج شو من الأعمال اللي نعملها؟ لأن إحنا نقدر نروح للحج وما عندنا إمكانية نطلع الحج، أريد أعمال تقربنا كنفس الأجر ما اللي يحج بيت الله. أبشر يا أم علي، أبشر. أشكرك يا أخي. تفضل عبد الرحمن السودان. هلا ومرحبا. تفضل يا أخي، عليكم السلام. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ طاب حالك. عندي سؤال يا أخي. تفضل. يا أخي أنا والله جاي طبعا من السودان، وهنا عديت سنتين هنا. عبد الرحمن ممكن أيوة. تخفض التلفزيون بارك الله فيك، اخفض التلفزيون اسمعني من الهاتف، لان عندي تردد في الصوت ما اسمعك زين. ايوه وعلى السريع. أيوة. ما بقي شيء عن وقت البرنامج، على السريع. أيوة. ومشيت عمرت اديت عمره ايه، والسنه الجايه وعام الاول حجيت في الوالي. اها. وحط حالي الوالد، كيف يعني انت حجيت قبل؟ اي انا حجيت حجه وبعدين حجيت للوالد. وحجيت للوالد. طيب وسؤالك وين الآن؟ إيش تسأل عنه؟ هل حجة كيف يعني تكفي؟ أيوة. طيب أبشر يا عبد الرحمن، أبشر. هاي موهبة للوالد طبعا. أي طيب طيب، أبشر أبشر يا عبد الرحمن، تسمع الجواب إن شاء الله. أرجع للأخ مبين من إيران يقول هل يجوز زيارة القبور يوم الجمعة والعيد ويوم عرفة؟ يا أخوي مبين بارك الله فيك وأحسنت على هذا السؤال، لا أحفظ نصا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام على تخصيص الزيارة بيوم من الأيام، لا الجمعة ولا الأعياد ولا عرفة ولا في رمضان، ما عندنا نص. هناك بعض الآثار عن بعض السلف وهي في يوم الجمعة، يقول لأن الأرواح تتلاقى، وهذا ما عليه نص، هذا ما عليه نص. ولذلك يا أخي الفاضل تخصيصها وقت وتقصدها هذا من البدع. أما الشخص يقول والله أنا ما عندي فراغ، أنا عندي شغل طوال أيام الأسبوع، ما عندي إلا الجمعة، ما في بأس إذا كان بهذا القصد، هو يعرف بأن الرسول ما أخبر بهذا. فأما أن تخصص بمعنى أن الناس يحرمون الأموات من الزيارات إلا في هذه الأيام، فهذا جفاء، هذا جفاء ما ينبغي. ينبغي للإنسان أن يكثر من زيارة المقابر، ما يخصص يوم معين، هذا هو الجفاء بعينه حينما يهجر الإنسان المقابر وما يعرف إلا من العيد للعيد أو يوم من عرفة إلى عرفة، وما عندنا دليل في هذا.
لا، الإنسان كل أسبوع يروح، كل أسبوعين مثلا، كل شهر يعني يروح يزور المقابر، يسلم على أمواته. هذا هو الذي أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. أم علي من العراق تقول: ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ يا أم علي، أنت تريدين الأجر؟ تريدين الأجر؟ 100% تريدين الأجر. أنا واثق النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بأصابعه، وكان يقول مستنطقات، هذه تشهد لك يوم القيامة. السبحة ما تشهد لك بارك الله فيك، ولا الحصى ولا الخيوط، هذه ما تشهد. اللي تشهد هذه، وبقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذه كلها، هذه تستطيعين، هذه 15 و15 مرتين 30، وتزودين 3 والحمد لله، وصلى الله على محمد. تستطيعين بمثل هذا أنك تضبطين الحساب. الشيطان هو الذي ينسى الإنسان، والذي ضبطتيها سبحان الله سبحان الله سبحان ال15 هذه، و15 زيادة عليها مرة ثانية وثلاثة، أصبح والحمد لله 33. وبهذا الطريقة، أو تسبحين غير الصلاة طبعا، تسبحين ما شئت وتستغفرين الله جل وعلا. مرة انتهى. أم علي سؤالك الثاني مهم وطويل، والمخرج يقول أنت وقت البرنامج، والأخ عبد الرحمن إن شاء الله أيضا غدا بإذن الله استفتح اللقاء بالإجابة على أسئلتكما. أستاذ الملائي في الاستوديو، ولكم أنتم الشكر والتقدير والدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين.